تعالوا نعرف أكتر عن مواجهة الدولة لمحو الأمية من الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار. صباح الورد يا دكتور. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. تفاصيل أكتر عن خطة الدولة ورؤيتها، رؤية مصر 2030 وخطة الدولة لمحو الأمية. الحقيقة الخطة العامة للهيئة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بترتكز على ثلاث مرتكزات رئيسية. الأول، المحور الأول هو سد منابع الأمية. علشان كده منذ أن تولينا في اليوم الأول تم دراسة العوامل المسؤولة عن التسرب بالنسبة للطلاب من المدارس، إلى جانب وضع مجموعة من الاستراتيجيات اللي بتسهم في الحد من عملية التسرب. فالأمية لا يتم القضاء عليها إلا بسد منابعها من الأساس أولا. والحقيقة وزارة التربية والتعليم بتبذل جهود جبارة فأنشأت مدارس المجتمع ومدارس صديقة للفتاة ومدارس الفصل الواحد والمدرسة الافتراضية ومدرسة الفرصة الثانية، والحقيقة كلها صيغ لعلاج ظاهرة التسرب. وأتمنى من الله أن يوفق معالي وزير التربية والتعليم إن شاء الله لإنشاء مركز قومي لعلاج مشكلة التسرب على غرار المركز القومي الأمريكي. الحقيقة ده هيسهم في الحد من الأمية بشكل كبير جدا. إحنا في الهيئة بنتعامل في تعليم الكبار من خلال البرامج والتدريبات، وتحرص الهيئة على تقديم وجبة علمية دسمة تتسم بالإنصاف والجودة والشمولية لتعزيز فرصة التعلم مدى الحياة. ودي بتحقق المحور الثالث في الخطة الاستراتيجية اللي وضعتها الهيئة عام 2014. طب يا فندم، امتى هنقدر نقول مصر بلا أمية؟ يعني احنا لحد دلوقتي قدرنا نمحو أمية كام حد؟ الحقيقة مصر بلا أمية هدف أسمى نسعى جميعا في كل مؤسسات الدولة بما فيها هيئة تعليم الكبار إلى تحقيقه. وزي ما قال باولو فيري الفيلسوف البرازيلي، إنما نشق الطريق بالمشي فيه. علشان كده الهيئة بتمد يدها لكل قطاعات الدولة بما فيها الجامعات التي أحدثت طفرة ونهضة نوعية كمية وكيفية في ملف تعليم الكبار. وبالمناسبة أحب أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلى الأستاذ الدكتور محمد بطيف وكل وزارات الدولة الداخلية والدفاع والتأمينات، كله بيشارك في ملف محو الأمية وتعليم الكبار. فهو هدف القومة، هدف الدولة الأسمى الحقيقة، إن احنا نتخلص من الأمية. سعت الهيئة على توقيع العديد من المبادرات مثل مؤسسة بلا أمية مع شباب تنسيقية الأحزاب، وهم شباب درسوا بالداخل والخارج ولديهم من التجارب والخبرات الكثيرة اللي يمكن الاستفادة عليها. أيضا الهيئة بتتوجه طبقا لسياسة الدولة مع لتقديم هذه الخدمة للمناطق الأكثر احتياجا في مبادرة حياة كريمة، وتم تطبيقها الحقيقة في أكثر من 20 محافظة. دكتور محمد، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن النجوع والأرياف والقرى بتزداد فيها نسبة الأمية عن الحضر، حضرتك بترجع ده لإيه؟ فعلا حضرتك، فعلا الأمية قابعة بين النساء أكثر منها لدى الرجال. علشان كده إحنا بنتولى في الهيئة في استراتيجيتنا الجديدة منذ أن توليت العمل بالهيئة استراتيجية التواصل بين الأجيال. وزي ما قال الشاعر أحمد شوقي، إذا نشأ النساء في أمية رضع الرجال الجهالة والخمول. فالمرأة أو الفتاة المصرية هي لبنة الأسرة وهي العمود الفقري لها، وبدورها هي المجتمع كله. وبالتالي نسعى في الهيئة على التركيز على الفتاة المصرية أو المرأة المصرية على اعتبار أنها هي العمود الفقري للأسرة المصرية. صحيح، وهي التي ستسهم بجهد كبير في تحقيق التنمية المستدامة اللي بتسعى إليها جمهورية مصر العربية إن شاء الله، تحت قيادة عظيمة واعية قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله. طب يا فندم، هل احنا عندنا أرقام معينة نقدر نقول إن احنا مثلا محينا عدد كذا من الناس أو مستهدفين قد إيه؟ الحقيقة لغة الأرقام قد تكون لغة مضللة مسليدنج أحيانا، ولا لا ننساك وراءها. فأنا كنت بقرأ في دراسة عن المجتمع الأمريكي 2012 وقالوا إن 90 مليون أمريكي
يفتقرون الى مهارات القراءه والكتابه اللي تاهلهم للالتحاق بسوق العمل وتحقيق التنافسيه في عالم اصبح لا يعترف الا بالجوده وبالكفاءات والقدرات. عظيم جدا يا فندم. فاحنا الحقيقه ما تخلوش الارقام دي لما مجتمع امريكي فيه 90 مليون وهم 200 مليون ما تخلوش فضولا يا فندم فضولا. فاحنا في الهيئه الحقيقه بنسعى عندنا مستهدف بنقدم ما يقرب من نص مليون دارس من المتعلمين الكبار لمحو اميتهم خلال العام، ولكن يجب ان ياتي العمل راسي وافقي، سد منابع الاميه من تحت مع القضاء على الاميه في الدارسين الكبار، ده هيسهم في تقليص نسبه الاميه. والحقيقه مصر قادره كما فعل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميرا سي وعددهم 13 مليون في عام ونص، هذا انجاز. واحنا عندنا في الاميه طبقا للجهاز المركزي حضرتك بتقول 17 مليون، فنسبه الصفر الافتراضي اللي نص عليه ان نكون هذا البلد خالي من الاميه هي 7%، وبالتالي لما تطرح 7% من هيتبقى عندنا 10% في كل سنه بنقضي على حوالي 500,000 امي يتم محو اميتهم، ففي الحاله دي ممكن في خلال سنتين ثلاثه ان شاء الله تستطيع ان تكون مصر خاليه. ان شاء الله يا فندم. و الاجيال اللي بتتم تطبيقها في الهيئه ان ممكن تساهم الابناء في إن شاء تعليم الله. الاباء كما ساهم الاباء في تعليم الأباء. باذن الله يا فندم، متشكرين شكرا جزيلا لحضرتك على المعلومات القيمه دي. دكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئه العامه لتعليم الكبار.